بداية أوجه خالص شكري وتقديري لشركة أوكيو وتعاونها مع وزارة التربية والتعليم والمديرية العامة في محافظة شمال الباطنة على إتاحتهم الفرصة لنا نحن كطلبة في المشاركة في مثل هذه البرامج. المشاركة في مثل هذه البرامج بحد ذاتها خطوة جميلة جدا لصقل مواهبنا ولتنمية مهاراتنا وإكسابنا الخبرات. أشكر أوكيو على إتاحة لنا فرصة انضمام البرنامج وجميع المساهمين من وزارة التربية والتعليم. طبعا استفدنا الكثير من أشياء في البرنامج، أولها السيفتي في الشركة وثقافة العمل، كيفية صناعة البترول استخراجه وإنتاجه وتصفيته. أشكر وزارة التربية والتعليم وشركة أوكيو بشكل عام لإتاحتهم هذه الفرصة وإنجاح هذه الدورة. امتلأت جعبتنا بالكثير من الأهداف الرائعة وتبادلنا الخبرات والمواهب. كانت هناك مهارات عملية لتثبيت المعلومة وإحداث النشاط الحيوية. أثار دهشتي فعلاً نظم الأمن والسلامة جزء أساسي من نجاح هذه الشركة، لأن فعلياً نظام الأمن والسلامة عالي جداً ويشعرني أني بأمان